الإمارات البدلال يشيد بالمواقف العربية الداعمة لنصرة الفترة الحالية. انطلاق الدراسة في محافظة شمال سيناء بعد تأجيلها لأربع مرات، وقوات الجيش والشرطة تتولى تأمين الطلاب. أكراد سوريا يسيطرون على معبر العربية قرب العراق بعد معارك مع عناصر جهادية، وقوات النظام تقصف مناطق ريف دمشق. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة. أهلا بكم، والبداية نستهلها بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إلى الإمارات، والبداية مع زميلتي ليلى عمر. شكرا خالد. وفي الإمارات العربية المتحدة يلتقي اليوم رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في ثاني أيام جولته الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وبحث المشروعات التي تدعمها دولة الإمارات في المرحلة الحالية. أول زيارة خارجية للدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء منذ توليه المسؤولية بدأت اليوم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من أولى الدول التي وقفت إلى جانب مصر وساندتها سياسيا واقتصاديا وبقوة بعد ثورة الثلاثين من يونيو الماضي. الزيارة تستغرق 3 أيام يجري خلالها الدكتور الببلاوي مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين الإماراتيين حول سبل دعم تعاون ثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله الى مطار ابو ظبي الدولي معالي الدكتور انور جرجاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان احمد بن جابر وزير الدولة ورئيس بعثة الشرف المرافقة للدكتور حازم الببلاوي خلال الزيارة. زيارة الدكتور الببلاوي حظيت باهتمام كبير من الصحافة الإماراتية على صفحاتها الأولى، والتي أكدت فيها أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم ولن تتخلى عن عروبتها وقيمها الأصيلة، ولن تتخلى عن دعمها ومساندتها لمصر. وقد حرص الدكتور حازم الببلاوي على الالتقاء بأعضاء الجالية المصرية في أبو ظبي للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم للنهوض بمصر في مختلف المجالات. وأكد الدكتور الببلاوي خلال اللقاء أن مواقف الدول العربية الشقيقة في مساندة مصر في هذه المرحلة الهامة في تاريخها المعاصر تحظى بتقدير واحترام المصريين جميعا. مصر الآن في مصر أنا من أكثر المتفائلين بمستقبل مصر، ومن المعتقدين إن احنا حطينا رجلنا على الطريق سيؤدي إلى مزيد من النجاح والازدهار ونتخلص من كثير من الهموم. لكن هذا التفاؤل اللي هو في نهاية الطريق مش معناها إن الأمور سهلة، الأمور صعبة وعايزة يقظة، وأي خطأ أنا حتى سوء حظ يعني ممكن نتعرض لردة ليس فقط نتيجة لأخطاء نرتكبها إنما قد يكون سوء حظ. واستعرض رئيس الوزراء ما تحقق على المحاور الثلاثة التي تحظى باهتمام الحكومة والمصريين جميعا بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهي المحاور الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأكد أنه رغم أهمية المحور الاقتصادي فإن الأمن يأتي في المقدمة، لأنه لن يكون هناك مجتمع بدون أمن. بعد الترحاب الكبير الذي لاقته زيارة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء لأبو ظبي، لا يسعنا إلا أن نقول لدولة الإمارات العربية الشقيقة: ليس لكم في مصر ومن شعب مصر إلا كل حب وإعزاز وتقدير واحترام. من أبو ظبي أحمد حسني، التلفزيون المصري.
ويبقى معنا مفاد النيل احمد حسني من دوله الامارات. احمد، بعد التحيه، ما هي اهم المقابلات التي يجريها الدكتور حازم البدلاوي اليوم، وهي اهم الموضوعات المطروحه التي سوف يتم مناقشتها، وخاصه الموضوعات الاقتصاديه وزياده الاستثمارات الاماراتيه في مصر؟ الحقيقه انا لدي ثلاث نقاط اود ان اتحدث فيها. اولا نشاط الدكتور حازم البدلاوي رئيس الوزراء اليوم في نقول في دولة الامارات العربية المتحدة وليس في ابو ظبي فقط. حاليا دكتور حازم البدلاوي في دبي حيث تلتقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء فيها. ومساء اليوم سألتقي بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي بقصر الامارات. الحقيقه سيتم في هذا اللقاء او عقب هذا اللقاء توقيع الاتفاق الاطاري للتعاون المشترك بين بلدين مشتركين في كافه المجالات خاصه الاقتصاديه والاستثماريه. النقطه الثانيه التي اود الحديث فيها هي اللقاء بين المهندس اسماعيل وزير البترول مع معالي وزير الطاقه الاماراتي سهيل فرج المزروعي، حيث تم متابعه النتائج التي تم التوصل اليها بين فريقي العمل المصري والاماراتي فيما يخص ويتعلق بتوفير المنتجات البتروليه التي تحتاجها مصر والفرص الاستثماريه للجانب الاماراتي في مصر. الجانب الثالث الذي اود التحدث فيه هو ان على هامش الزياره السيد نبيل تحمي وزير الخارجيه اكد ان العلاقات المصريه الاماراتيه عادت الى وضعها الطبيعي حاليا وستشهد علاقه كبرى وازدهارا ويشعر به اثناء البلدين الشقيقين. وبالنسبه للاستثمارات الاماراتيه في مصر اكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ان الامارات من الدول التي تطرح اموالها في مشروعات قابله للتنفيذ وان الاستثمارات الاماراتيه في مصر تاتي في اطار برنامج الحكومه المصريه. اما المهندس ابراهيم كان فقد اكد ان جميع المشروعات الاماراتيه في مصر سيستغرق تنفيذها من عام الى عامين وسيأتي بنتائج ومردودات سريعة يشعر بها المواطن. نأمل في ذلك كل الرخاء لمصر والإمارات. أيضا الزميل أحمد حسني مفدي النيل إلى دولة الإمارات، كنت معنا هاتفيا من هناك، شكرا جزيلا لك. انتظمت الدراسة اليوم بجميع مدارس محافظة شمال سيناء بعد تأجيلها 4 مرات بسبب الأوضاع الأمنية. وأفادت رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم بأن الوزارة أنهت استعداداتها للدراسة في شمال سيناء، موضحة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات أخرى بالمحافظة تتابعان استقرار الدراسة هناك على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة تأمين الطلاب. وقد قررت التربية والتعليم إرسال 4 قوافل تعليمية إلى شمال سيناء لتعويض طلاب القرى عن توقف الدراسة الذي استمر لأكثر من شهر. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من شمال سيناء أشرف سويلم. أشرف، هل لك أن تطلعنا عن سير العملية التعليمية اليوم مع أول يوم دراسي بمحافظة شمال سيناء؟ هل هناك إقبال على الدراسة أم ما زال هناك تخوف من قبل أولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المدارس؟ نعم، انتظمت الدراسة بجميع مدارس محافظة شمال سيناء صباح اليوم السبت بعد تأجيل 4 مرات متتالية لدواعي أمنية. السيد اللواء عبد الفتاح عرفور محافظ شمال سيناء ومدير أمن شمال سيناء اللواء سميح بشادي قام بجولة تفقدية لبعض مدارس حي المسعيد بمدينة العريش، مدرسة الفيروس الابتدائية ومدرسة المسعيد للتعليم الأساسي. قام السيد المحافظ باللقاء الطلبة والمدرسين ومدير المدارس وأجرى حوارا معهم، وكان هناك حالة ارتياح شديدة ونسبة الحضور اليوم سجلت أكثر من 90% بالنسبة لحضور الطلبة، وهناك ارتياح كبير ما بين أولياء الأمور أيضا الذين حضروا مع
أبنائهم. نعم، ماذا عن الإجراءات المتخذة لتأمين مختلف المدارس أشرف؟ في الواقع القوات الشرطة كانت هناك حملات أمنية مكثفة، طبعا كان هناك انقطاع للسيارات الأرضية المحمولة وعدت منذ ساعة تقريبا، كان هناك حملات ودوريات مكثفة متحركة في محيط مدارس مدن العريش ورفح العريش وبئر العبد والشيخ زايد، هذا بالنسبة لقوات الشرطة. أما قوات الجيش تتولى تأمين مدارس مدينة رفح وبعض مدارس وسط سيناء. يعني بقاء العملية التعليمية انتظمت بشكل جيد صباح اليوم، لا توجد مشكلات بالنسبة للدراسة. على صعيد الحملات الأمنية أيضا قوات الشرطة ضبطت فجر اليوم 50 مطلوبا أمنيا، وضبطت 3 عناصر تكفيرية متورطين في الهجوم على مضافي العريش وجمارك شمال سيناء، مبنى الجمارك المجاور لمبنى الحماية المدنية وأيضا استراحة محافظة شمال سيناء. كان بعد فض اعتصامات رابعة والنهضة كان هناك اقتحامات لهذه الأماكن وسرقة محتاجة، وتم القبض على 3 عناصر تكفيرية خطيرة متهمين واعترفوا أيضا بارتكابهم الواقع، وأيضا عامل خردة أيضا رابع معهم أيضا متورط في حرب. نعم أشرف سويلم، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة، كنت معنا عبر الهاتف من شمال سيناء. وما زلنا مع متابعة الأوضاع التعليمية في مصر، ونتحول الآن إلى داخل وفي محيط جامعة الأزهر. ينضم إلينا من هناك عبر الأقمار الصناعية مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد بعد التحية، ما هي الأجواء داخل جامعة الأزهر وفي محيطها وبعد 6 أو 7 أيام من المظاهرات الجارية هناك؟ نعم زميل، نحن الآن أمام جامعة الأزهر في شارع طريق النصر. كنا نتواجد في هذا المكان منذ الصباح الباكر لنتابع سير خط سير الدراسة داخل جامعة الأزهر مع بداية الأسبوع الثاني لاستئناف الدراسة بجامعة الأزهر بعد أن شهد الأسبوع الأول يعني بعض المظاهرات من جماعة الإخوان المسلمين الطلاب الإخوان داخل الجامعة. ولكن مع بداية الأسبوع الثاني في هذا اليوم تجولنا داخل أرجاء الجامعة وفي المدرجات، علمنا أن يعني وما شاهدناه هو انتظام الدراسة بشكل جيد، حيث انتظمت الدراسة والطلاب في مختلف الكليات والمحاضرات بشكل طبيعي تماما. داخل الجامعة لم يكن هناك أي بوادر لأي تظاهرات هذا اليوم حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها. بالحديث أيضا داخل الجامعة عن مع بعض المسؤولين، أجابوا بأنهم يعني بأن الدراسة سوف تستمر بجامعة الأزهر سواء كانت هناك مظاهرات أم لم تكن مظاهرات، حتى لو أن عدد الطلاب أيا كان عددهم الذي حرص على أن يحضر إلى هذا المكان ليتلقى العلم سوف يجد من يعني يقوم بالدراسة لهم. أما الطلاب الخارجين والذين هم يقومون باستخدام ساحة الجامعة وحرم الجامعة في التظاهرات وفي أنشطة غير يعني المقرر لها، سوف يتم يعني التصرف معهم بشكل حسابي وعقابي طالما يعني تعدت حدود التظاهر السلمي. اما بالنسبه لخارج الجامعه فالحياه الحياه تسير بشكل طبيعي، نجد ان الحاله المروريه تسير بشكل طبيعي كالمعتاد، لم يوجد هناك اي معوقات لسير السيارات، بالاضافه الى ان القوات المسلحه وقوات الشرطه تتواجد بالقرب من المنصه بشكل امني وبشكل مكثف من السيارات وافراد وجنود تحسبا لاي يعني تظاهرات او اي احداث ربما قد تحدث مع بدايه الاسبوع الثاني. ولكن نستطيع أن نقول أنه منذ بداية هذا الصباح وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي بوادر لتظاهرات، والحياة تسير بشكل طبيعي سواء كانت داخل الجامعة أو خارج الجامعة. هذا هو المشهد الذي نشاهده حتى الآن. أيضا عندما تحدثنا مع بعض المسؤولين داخل الجامعة أجاب بأن المظاهرات لن تستطيع بأن الدراسة لا يمكن أن تتوقف نهائيا، وخاصة بعد أن صرح بأن هناك ما يقرب من 30,000
1000 من الطلاب والطالبات الوافدين الذين حضروا من اكثر من 106 دوله لتلقي العلم في محراب العلم في مصر وهو جامعه الازهر. فلن تتوقف الدراسه على الاطلاق حتى لو حتم الامر على وجود هؤلاء الوافدين فقط. اضاف ايضا بان عدد الطلاب الذين يقومون يعني الذين كانوا يقومون في الاسبوع الماضي ببعض التظاهرات هم